بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله معز من الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن نعمة الأمن مقدمة على نعمة الرزق. قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات. فدعا بالأمن قبل الرزق، لأنه لا يتأتى الانتفاع بالرزق والتلذذ به مع وجود الخوف وعدم الأمن. فالأمن أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد التوحيد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فربط الأمن بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. والأمن لا يتحقق إلا بالجماعة، والجماعة لا تتحقق إلا بالإمامة والراعي، والإمامة لا تتحقق إلا بالسمع والطاعة. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكرر وأكد على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لما يترتب على ذلك من توفر الأمن على الدين، الأمن على الدين، والأمن على الأنفس، والأمن على الأعراض، والأمن على الأموال. الأمن الشامل لا يتوفر إلا بالاجتماع مع ولاة أمور المسلمين. وحذر صلى الله عليه وسلم من الخروج على ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وشق عصى الطاعة ومات فميتته جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، اقتلوه كائنا من كان.
ولذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال الخوارج الذين خرجوا على ولاة أمور المسلمين واستحلوا دماء المسلمين، أجمعوا على قتالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وقتالهم، وقال إن في قتلهم أجراً لمن قتلهم، كل ذلك من أجل الحفاظ على جمع الكلمة وعلى حماية الجماعة وعلى توفر الأمن وعلى حفظ البلاد من دخول الأعداء والكائدين وتدخلهم بين المسلمين. فلا تقوم للمسلمين قوة إلا إذا اجتمعوا تحت قيادة مسلمة وتوحدت صفوفهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا هذا الأصل العظيم من أصول العقيدة، وتسمعون بين الحين والآخر من يريد أن يخل بالأمن ويخرج على السمع والطاعة ويريد أن يفرق جماعة المسلمين، تسمعون هذا متكرراً، وهذا له أسباب، ومن آخره ما سمعتم قريباً من هذه الجماعات التي تعاونت على الإخلال بالأمن وشق عصا الطاعة والاعتداء على المسلمين في بلادهم وفي بلاد الحرمين، تعلمون ذلك. فيجب علينا جميعاً أولاً أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا بسبب المعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثانياً، من أعظم الأسباب انعزال هذه الفئة الظالمة الخارجة عن طاعة ولي الأمر انعزالها عن العلماء وانعزالها عن المساجد وعن الجمعة والجماعة واختفاؤها في أمكنة سرية تسيطر عليها دعايات الضلال وترتبط بجماعات أخرى في الخارج من الكفار والمنافقين الذين يريدون أن يكيدوا لهذا الدين ولأهله وأن يقوضوا الأمن في هذه البلاد ويروعوا المسلمين. تشابهت قلوبهم فصار منهجهم واحداً، وذلك نتيجة لانعزالهم عن المسلمين وعن علماء المسلمين وعن الجمعة والجماعة، وذلك بسبب إهمالهم من قبل ولاة أمورهم، فإنهم من أبناء المسلمين ولكن آباءهم انشغلوا بالدنيا وانشغلوا بأمور الدنيا وتركوا تربية أولادهم ولم يراقبوهم ولم يحفظوهم، تركوهم لدعاة الضلال، تركوهم لدعاة الفتنة يتلقفونهم، لا سيما وأنتم تعلمون أن الأمر قد اشتد، وذلك عن طريق الاتصالات الخفية في الجوالات والإنترنت والنشرات التي تروج سراً بين هؤلاء
بسبب غفلة الآباء عن أبنائهم، فلا يدرون أين ذهبوا ولا يدرون من يرافقون، يخلون في أمكنة ويسافرون أسفاراً مشبوهة ولا يحاسبونهم أين ذهبوا ومن رافقوا. وهذا من إهمال الآباء أولاً، فإن الأولاد رعية تحت آبائهم، فالأب راع ومسؤول عن رعيته لا يهمل أولاده. وتعلمون أن هؤلاء يتلقفون الصغار الذين ليس عندهم إدراك للأمور، يتلقفونهم ويبثون فيهم هذه الأفكار الخبيثة نتيجة لإهمال آبائهم. فاتقوا الله في أولادكم، حافظوا عليهم وتابعوهم من حين يخرجون إلى البيت إلى أن يرجعوا إليه، تابعوهم متابعة دقيقة، فإن الوقت وقت خطير والفتن كثيرة، ودعاة الضلال يعملون ليلا ونهارا يتلقفون أولادكم ويغسلون أدمغتهم من الدين ويملؤونها بالأفكار الخبيثة ضدكم وضد بلادكم وضد دولتكم، فهم منكم وأنتم المسؤولون عنهم. فاتقوا الله في أولادكم، فإنكم رعاة عليهم ومسؤولون عن رعيتكم يوم القيامة. إنهم كما تعلمون إذا تمكنوا فأول ما يبدأون بقتل آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وجيرانهم، كما تعلمون ما يحصل من التفجيرات المروعة التي تأتي على الأخضر واليابس، ولا تفرق بين مسلم وكافر، ولا تفرق بين قريب وبعيد. نعم يا عباد الله، إن الكفار الذين هم في بلادنا ودخلوها بإذن ولي الأمر، إننا مسؤولون عنهم، أن نحافظ على دمائهم، أن نحافظ على أموالهم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد والذمي والمستأمن. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. هذا وعيد شديد، والتي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب علينا أن نحافظ عليهم كما نحافظ على أنفسنا وأولادنا، لأنهم في ذمتنا وتحت عهدنا وولايتنا، فعلينا أن نحافظ على حياتهم وعلى أموالهم كما نحافظ على حياتنا وعلى أموالنا وأولادنا، لأنهم في عهدنا وذمتنا. والإسلام دين الوفاء وليس دين الغدر، فعلى جميع المسلمين أن يعرفوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل الكبير، أن يعرفوا أن الإسلام لا يخون بعهد ولا يخيس بذمة ولا يغدر، وإنما يفي لمن وفى له. فاتقوا الله عباد الله،
واعلموا أن الأعداء يكيدون لكم ليلا ونهارا لم يغفلوا عنكم، وأنهم يدسون الدعايات الخبيثة وينشرون الأفكار المجرمة عن طريق هؤلاء الأوغاد الصغار الذين انعزلوا عن مجتمعهم وانحازوا إلى دعاة الضلال فصاروا مطية للأعداء. اتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الأمن أمن للجميع وليس أمناً لفئة خاصة، ليس أمناً للولاة ولا للتجار، وإنما هو أمن للجميع، للذكر والأنثى والحر والعبد والتاجر والفقير والوالي والرعية، أمن للجميع. إذا اختل فإنه يختل على الجميع، وإذا تم فإن الجميع ينعمون به. فلا تلقوا باللائمة على غيركم، تعاونوا على حفظ الأمن. فمن علمتم من هؤلاء المغرر بهم، من علمتموه فعليكم أن تناصحوه، أولاً، وأن تبينوا له طريق الحق من طريق الضلال. لا يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، وهم أولادكم وأقاربكم. فمن يعرف عن أحد منهم أنه يعتنق هذه الأفكار فعليه أن يبادر بالنصيحة بينه وبينه. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكل من عرف منا عن أحد أن عنده شيئا من هذه الأفكار فعلينا أن نبادر بمناصحته، سواء كان من أقاربنا أو من إخواننا المسلمين، علينا أن نبادر بمناصحتهم لعل الله أن يهديهم وأن نجتذبهم من الهلاك، لأنهم سيهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم. فإذا لم يقبلوا النصيحة فإن على من عرف عنهم أن يبلغ عنهم ولاة الأمور ولا يتستر عليهم، لأنه كالذي يتستر على النار التي تشتعل في جانب البيت أو في جانب المتجر، إذا تركها أتت على كل ما في البيت أو في المتجر أو في الحارة أو في البلد. فلا بد من المبادرة. فمن لم يقبل النصيحة السرية بينك وبينه فعليك أن تبلغ عنه ولاة الأمور من أجل أن يأخذوا على يده، لصالحه هو أولاً ولصالح المسلمين. علينا أن نتعاون فيما بيننا، وكل منا مسؤول. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ولا يقل أحد منكم هؤلاء يقاتلون الكفار هذا من الجهاد، نقول هذا ليس من الجهاد. الجهاد له ضوابط وله أحكام معروفة، هذا ليس من الجهاد، وإنما هو من الفساد والإفساد. فعلينا أن نأخذ على أيدي المفسدين بأي طريقة. وأما هذا نسميه بالغدر والخيانة والإفساد، ولا نسميه من الجهاد. سيقول البعض إنهم إنما شرهم على الكفار الذين هم في بلادنا، نقول الكفار الذين هم في بلادنا لهم الأمان، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا من حفظ الأنفس والأموال والأعراض حتى يرجعوا إلى بلادهم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فلا يجوز العدوان، لا يجوز العدوان على المسلم ولا على المعاهد. جاء رسولان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مسيلمة الكذاب يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر مسيلمة على دعواه الرسالة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالرسول أمن هذين الرسولين مع أنهما كافران ورسولان لكافر، لأن الرسل لا تقتل بل يعطون الأمان حتى يخرجوا من بلاد المسلمين. فاتقوا الله عباد الله واعلموا هذا الأمر العظيم، ولا تتغافلوا ولا تتهاونوا ولا تلقوا باللائمة على غيركم، فإن المهمة مهمة الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم وأعانهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جماعتهم وأضعف قوتهم واجعل بأسهم بينهم وسلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، فاكفنا شرورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان، ووفقهم للحق والعمل به يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم قرب إليهم البطانة الصالحة الخيرة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.